أنا اسمي نجلاء علي، وعندي شركة علي جروب متخصصة في معدات المطابخ الفندقية. بدأت نشاطي بعد الثورة بالظبط شهر مايو 2011، وكانت البداية بالنسبة لي كانت شوية غريبة، يعني لأن طبعا أنا بادئة في جو صعب جدا وظروف شغل، وخصوصا إن أنا شغلي كله مرتبط بالسياحة، فطبعا الفترة دي كانت حصل مشاكل في كل القطاعات وخصوصا السياحة. بس أنا كنت حابة إن أنا أشتغل في الفترة دي، وخصوصا إنها فترة مفيش فيها أوريدي شغل، عشان أقدر أفكر كويس وعشان أقدر أطلع حاجات مختلفة يعني. صعوبات طبعا انت بتلاقيها في فترات من الفترات، ان انت ممكن تبقي شغاله شغل وتتعبي فيه قوي، وفجاه شغلك ده بعد ما تتعبي فيه، ودي حصلت معايا، يتاخد لحد تاني غيرك. ودي كانت بالنسبه لي كان يعني ممكن يعني مشروع من المشروعات انا كنت شغاله عليه، واشتغلت عليه 4 شهور كأرض من العدم يعني، وبتدخلي مع استشاري، بتدخلي في وصلات وبتدخلي في حاجات، وخلاص انت اوكي بتجهزي ان انت هتخلصي المشروع. كان اوتيل صغير كده، وبعد ما خلصت كل حاجة فوجئت ان نفس شغلي برسوماتي بعرض سعري اتنقل كده كوبي بيست للشركة الموردة لي. الموضوع ده ضايقني جدا، ما قدرتش اعمل فيه حاجة، لان هو كان يعني ايه اكبر من ان انا اعمل فيه حاجة، بس علمني وخلاني ان انا اتحدى نفسي اكتر ان مفيش مشكلة. الست بتمتاز عن الراجل مع احترامي طبعا لكل الرجاله، ان هي يمكن عندها صبر اكتر شويه، عندها قدره انها بتفكر شويه باهدى، فبتقدر تربط الامور ببعضها، بتقدر توازن شويه، ما عندهاش نفس الاندفاع من عند الراجل. بس طبعا هي اكيد عندها تحديات مختلفه عن الراجل يعني. قدرت ان انا اكون ست مميزة باحترامي لشغلي، باحترامي للعملاء اللي بتعامل معاهم، باحترامي للموردين، اني اكون صادقة في اي حاجة اقدر ان انا انفذها، اني اكون فعلا ليا هدف، مش بس مجرد ان انت تشتغلي وتحققي فلوس، بس ان يبقى ليكي حتى هدف، الهدف ده اجتماعي ممكن معين، او ان انت قدمتي خدمة لحد من خلال ان انت تقدمي له مشروع يقدر ان هو بالفعل يستفيد بيه. كل الحاجات دي كانت بتديني الدفعة ان انا اقوي السكيلز بتاعتي، ان انا اتعلم احسن، ان انا ادخل في برامج تدريبية معينة عشان تطور شغلي وتطور ادائي وتطور الناس اللي موجودين معايا. الحمد لله قدرت ان انا احقق نجاح، ما ارتبطتش بسن، ما ارتبطتش بوقت، ما يهمنيش ان انا راجل او ست. الحمد لله بالالتزام، بالاجتهاد، بالمصداقية قدرت ان انا انافس اي مكان في الدنيا، وان شاء الله انا استمر باذن الله اكتر، باذن الله ننجح اكتر ان شاء الله.